السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنعمل رز واحدة واحدة. أنا بحب الرز ده جدا وبعمله بطريقة كويسة. تابعوني ونشوف الطريقة مع بعض. هنجيب حلة، هنحط شوية زيت حلوين كده عشان يبقى مفلفل، انا هعمل الكمية 2 كوباية. كوبايتين بيكفوا 3 اطباق كده. غسلت الرز وصفيته، هنحط نص الكمية في الحلة تتحمر. نبتدي نقلب فيه. احنا مش هنسيبه على النار وننشغل بحاجة تانية علشان ما يتحرقش، عشان عايزين كله يبقى لونه واحد. هو التعب في الرز ده وشوية التقليب اللي في الأول بس. النار هتبقى متوسطة، ولا عالية ولا واطية. بس هنا بقى دي المرحلة التانية في التحمير، ابتدى يكتل. يستمر برضو. في انواع رز بقى بتبقى غالية ما بتتغسلش، دي ممكن تتحط على طول من غير مية، بتقلل مدة التحمير وبتسرع في التحمير. في المرحلة دي بقى نحط حتة زبدة وممكن مكعب مرقة. بس كده وصل بقى اللون اللي احنا عايزينه، اللون الذهبي ده. بنفس الكوباية اللي عايرنا بيها الرز هنحط بيها المية. انا عاملة 2 كوباية رز، هحط 2.5 كوباية مية. هنظبط الملح. في ناس بتحب تحط فلفل اسود على الرز، وفي ناس بتحب تحط ثوم مفروم، بس حاجة بسيطة قوي يديله طعم. لا انا بحب ملح بس، وممكن مرق الدجاج. هنا اول ما المية بقى تغلي هننزل بباقي الرز. نقلبه في بعضه بقى كده.
هنا هنوطي بقى النار اقل حاجة، ونغطيه. هنا بقى بعد حوالي 10 دقايق، انا ما قلبتوش ولا عملت فيه حاجة، فتحت بعد 10 دقايق بالمنظر ده كده، خلاص استوى. صراحة ده احلى رز ممكن تاكلوه، طعمه جميل جدا. وهنا الرز يكون جاهز، وبألف هنا وشفا. متنسوش بقى الاشتراك واللايك.